السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الكهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم الأزل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواشي الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعين المعين المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الآخر الباقي ولي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرحيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافر النور الهادي البادي الباكي الفارس الرصيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو سميع بصير اللهم صل أفلال الصلاة على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون غفلا ذكري غافلون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.